فالإخوان فتتم ديال الموضوع ديال ديالي على قضية لونشينمون ولوغولمون. ففي الجزء الأول، الجزء الأول فسرت لكم معنى لونشينمون ومتى يصبح هذا لونشينمون خطأ في داخل المنظومة الكوبية. وفي هذا الجزء الثاني غادي نشرح ما هو لوغولمون، لأن كما قلت لكم أن عدد من المواليع والحكام كيختلفوا في هذا الجوج كلمات اللي هي لونشينمون ولوغولمون، وكيختلفوا في التصنيف ديالها فيما يخص نوعية الخطأ اللي كيمثلوا. كاين اللي كيحط لك لوغولمون كيحطوا لك في الخانة ديال الكناي، كاين اللي كيحطوا لك في لونشين في الخانة ديال نوت ديسكوردونت، وكاين كذلك اللي كيحط لكم كما شرحت لكم في الجزء الاول كيحط لك لونشينمون طويل، كيحطوا على اساس انه طويل كيحطوا لك في خانه كاناي، وكاين اللي كيحطوا في خانه صحيحه نوت ديسكوردونت. فهذا الجزء الثاني غادي نحاول نفسر او نعطي الراي ديالي حول لو غولمون ومتى يصبح كذلك خطا في المنظومة الكوبية، ومتى يصنف خطأ من نوع كاناي وخطأ من نوع نوت ديسكوردونت. فبطبيعة الحال فهاد جوج كلمات إذا قلبتي في القانون 2014 يعني ما هضروش عليها بزاف وما حاولوش يديطيو، بل عطاونا غير أمثلة اللي كنسمعوا صوتية وكنحاولوا نحطوها في المكان ديالها. وملي يعني كتسولهم ولا كتستفسرهم كيقول لك هنا كان دا لونشينمون هنا دا انغولمون. دونك انا حاولت نجتهد وحاولت نشوف هاد الفرق اللي بيناتهم، لان كما كنقول انا افكر اذا انا موجود. وحتى يعني المشرع الاسباني او الناس المدرسه الاسبانيه منذ القديم اشتغلوا على الميدان فوق راسي وعينيا، هما الاساتذه ديالنا، هما الاساتذه ديالي، هما اللي جابوا لنا هاد الكتب حتى ولا عندنا هاد الشيء. كل شيء ولا كيعرف الحمد لله معنى طابليطيوس وما هي طابليطيوس وما هي بيبليو سامبل وما هو ما هي الكاسكابيل، كل شيء ولا كيعرف يصنف، كل شيء ولا كيعرف مسائل يعني فين يحط الاخطاء والطي ديالو اش كيقول. ما كاينش شي واحد مابقاش كيعرف الا القليل، الا اللي ما بغاش يجتهد. ولكن هذا لا يعني اننا يمنعونا او ما عندناش حق نجتهدوا ونعطيو الراي ديالنا ونحاولوا نطوروا حنا هذا القانون ونجهدوا فيه حوايج اخرين اللي يقدر ينفعونا في الميدان ديال الكوبيه يعني في البلد ديالنا في المغرب. اذا الاخوان ندوزوا على الشاشه باش نشرح لكم يعني الفكره ديالي والراي ديالي والشيء يعني والبحث ديالي حول هاد الكلمه ديال او حول هاد الكلمه كلمه لوغولمون اللي كتعتبر خطا في المنظومه الكوبيه. غادي نفسرها لكم من خلال هاد لا بريزونطاسيون ديالي. اذا الاخوان من طبيعه الحال الاخوان اللي قابل ليا كيعرفوا الطريقه ديالي باش كنشرح الكوبيه او كنشرح نوصل الفكره ديالي في هذا الميدان ديال تغيير الحسون، سواء الا كنت معهم في المقاهي ولا الا كنت كناقش معهم في يعني مدرسه الكوبيه. فدائما عندي واحد الطريقه، ممكن كاين الناس اللي كياخذوها ممله او فلسفيه او معيقه، فهذا شغلهم هذا، ولكن هذه طريقتي منذ ان كنت تلميذا او طالبا يعني في الليسي ولا في الكوليج، كان ديما عندي هذا الستيل هذا ديال التفسير. اذا الاخوان قبل ما ندخل يعني في التفسير ديال لوغولمون في الكوبيه، ولا بد نعطي واحد تفسير لغوي بسيط صغير لكلمه لوغولمون اللي الناس كلهم كيعرفوها. اذا لوغولمون جات من فعل غولي، وغولي فهو كيعرف الانسان اش ما معنى غولي، هي فير دي غولاد او غولي بحال الطوموبيل الغول او لو بالون الغول، اي حاجه كما كنقولوا بالدارجه كدردب فهي كتولي. فلها معاني كثيره ومرادفات كثيره في اللغه العربيه مثل هذه
الكلمه اللي يعطي الدحرجه وتدوير، فلها معاني كثيره كما قلت لكم. فقط خاص الانسان يعرف يوظف المرادف اللي غياخذ حسب كي جات في الجمله، لان هذا هو الاهم. لان كل فعل فهو او كلمه فهو عنده ناتور ديالو وعنده لا فونكسيون ديالو. فغولي لا ناتور ديالو هي غولي، هي كيغولي، هي دحرجه، هي تدويره، هي كيدور على راسو مثلا. ولكن لا فونكسيون هي مهم لاي فعل، لان الا عرفتي لا فونكسيون عرفتي غادي تحل المشكل وغادي تفهم اي حاجه قدامك. اذا الاخوان، هذا فقط بالنسبه للكلمات لغويا. ولكن غادي نعطي واحد تفسير اخر اللي قدامكم، كما كتشوفوا قدامكم تفسير اخر بواحد لي زوبجي او اجسام. فالاخوان غادي يتسائلوا ما العالي ديما كيديها الطريقه هذه، او ما العالي خدا هاد الاجسام اللي ما عندهم حتى علاقه بالتغريد. بطبيعه الحال كتشوفوا ما كتقول ما عندهم حتى علاقه بالتغريد، لان ملي كتشوف لورما اللي كيعرفها الجميع وهي حقيقه سميتها الاسم الحقيقي ديالها هي لو غولمو. الا مشيتي عند بيسيطاشي تقول لي عطيني لو غولمو، يعطيك لورما اللي كنقولوا حنا سميتها لورما. ثم هاد المساله هادي ستان اوبجي اون فير، يعني ستان اوبجي حديد، ولكن ما عنده حتى علاقه بتغريد الحسون، ولكن عنده علاقه ما هو حركي. ما هو حركي؟ يعني هاد لورما اي واحد كيشدها فينا في صغرنا او حتى ملي كبرنا كتشدها كدورها وكدور على راسها، سافودير الغول على راسها، كدور على راسها. ثم هناك جسم اخر او ان اوبجي ان اوبجي اللي هو الطبل. فبطبيعه الحال الطبل فهو آلة موسيقية الجميع كيعرفها، ولكن ما علاقتها بتغريد الحسون؟ فهاد الطبل غادي يكون عنده علاقة غادي يسهل لي التفسير ديال لوغولمو في ميدان التغريد. لأن ملي كنهضرو على التغريد الطيور أوتوماتيك ممكن نمشيو حتى مع الموسيقى، كنقولوا عندهم علاقة الموسيقى وتغريد الطيور، عفوا عندهم علاقة بيناتهم. كيف ذلك؟ من خلال هذا التفسير اللي قدامكم، لو غولمو اون ميوزيك il s'agit de jouer la note du même instrument plusieurs fois de suite de manière répétitive dans un court laps de temps. بمعنى ان هذاك ضابط ايقاع او هذاك الموسيقي او هذاك الباتور كيضرب واحد لا نوت افيك لو ميم انسترومون افيك هاد الطبل هذا بليزيور فوا اي دون مانيير ريبيتيتيف، يعني كيضرب بزاف، يعني بزاف ديال الخطات واحد بطريقه يعني كتعاود. كيف ما غادي نوريكم دابا في هاد كما نسمعكم في هاد المثال ديال هاد علاش اختاريت هاد الطبل. اذا ملي سمعتوا الصوت اوتوماتيكمون غادي يجي لبالكم ان كتشوفوها بزاف في الناس الموسيقيين ديال الاجواق اللي كيكونوا مع الميليتير، او الناس اللي كيديروا الاستعراض بهذا الطبل هذا. اذا الطبل هو اللي عنده العلاقه يعني وطيده بزاف مع ان غولمون. ملي كتقول ان غولمون ميوزيكال اوتوماتيكمون الموسيقي كيمشي لهاد الاله ديال الايقاع او كيمشي لاباتي دوك الصغار، ما عرفتوش واش كيتسناو. اذا الاهم عندنا هنا هو انكم سمعتوا لا نوت انها الي ريبيتيتيف، يعني في واحد ضرب وجيز انه ضرب واحد لا نوت، بوتيتر ضرب دو ولا غي ولا سول، ولكن ضربها بطريقه رابيد ريبيتيتيف، لان الطريقه باش كيشد دوك لي باكيت كيضربهم كيتعاودوا، هما كيبومبيو على الطبل كيعاودوا ديك لا نوت.
يعني بمعنى ان الموسيقي كيضرب واحد لا صيله اللي هي دو ولا غي ولا سول مثلا، ف لي نوت ديال الموسيقى فهما عباره عن دي صيله، فاذا ضرب دو فهو كيعاود لا ميم صيله بليزيور فوا. اذا هاد المساله هادي فقط لتفسير باش يسهل عليا او يسهل عليا التفسير ديال لوغولمون في السوفتوير او في لوسون عند الطيور. ثم طرحت السؤال، واش فعلا لو غولمون كاين في تغريد الطيور بصفه عامه او كاين في تغريد ديال الحسون دو الكوبيه؟ بيان سور وي ولا نو؟ بيان سور وي، ولكن قبل ما نكونفيرمي لكم بانه كاين لابد من مراجعه التعريف او لا ديفينيسيون ديال الاغوده او ديال لابيل دو باز ولا ديال لي زابيل دو باز اللي جا به سواء القانون القديم او القانون 2014 اللي كيعرفوا الجميع، اللي ما غادي نضيف لكم فيها والو لان كل شيء ولا كيعرف هذا الشيء، كل واحد عنده كتاب ديالو مترجم في دارو، ما بقاش عندنا الحمد لله مشكل، ولكن غير اجتهادا باش نوصل الفكره لابد نعاود هذه المساله هذه. فمن طبيعة الحال ان الجميع كيعرف ان لكي تكون الأغودة المنفردة صحيحة وإيجابية فيجب على الطائر ان يغردها ان يغردها او ان يغردها ابتداء من اربع ضربات صوتية وما فوق. هادشي اللي كنعرفو وهادشي اللي كيعرف الجميع. على سبيل المثال هادو اللي كتشوف قدامكم اربع ضربات، هنا خمسة ضربات، هنا خمسة ضربات، هنا سبعة ديال الضربات كما كتعرف. إذا عطيت هذه الأمثلة اللي هي صحيحة ما عندناش فيها أدنى مشكل، أنها احترمت ما قاله ما أكده القانون من أربع ضربات صوتية وما فوق، ولكن ملي كنسمعوا وما فوق فهناك واحد مسألة اللي يعني كتبلوكي جميع الموالع كيقول لك وما فوق، يعني لم يحدد إلى رديتي البال لم يحدد المشاهد الاسباني الماكسيموم او ليميت ديال هاد الاغوده. الاكثريه كيقول لك ما عندناش تحديد الا الاجتهاد ديال المولوع حسب السمع ديالو ملي غيسمع داك الاكتفاء الصوتي لهاد الاغوده. انا ما كنحبش هذيك الاشباع الصوتي اللي كنقولوا لان لا ساتوراسيون كتعني حاجه اخرى، ولكن الاكتفاء الصوتي لهاد الاغوده المولوع كيحس بها في ودنه وكيعرف واش وصلت واحد ليميت اللي هي جوست اكسبتابل ولا خرجت على على على, على الايقاع ديالها ولات دخلت ما يسمى ب فوس نوت او بنشاز. ف هنا الى الانسان عاود راجع الكتاب ديال 2014 وعاود قراه مزيان فغادي يعرف غيكتشف بان لا المشرع الاسباني ولو انه قال وما فوق ابتداء باربع ضربات صوتيه وما فوق الا انه في لي كريتير في لي كريتير جوستيفيكاتيف اللي عطى وضح لينا واحد الماكسيموم دو كو الماكسيموم ديال الضربات من خلال الرسم البياني ومن خلال الشرح. اذا كما كتشوفوا قدامكم هنا هو الرسم البياني ديال الطبل طيوس، الى حسبنا لي غولبي ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة. إذن سبعة ديال لي غولبي اللي عطينا، ولا رجعتو إلا رجعتو الكتاب غتلقاو ميم لي بيبليو كاسكابيلادو ميم لي بيبليو سامبل ميم الميسيدا ميم لي بولي بولي ميم لي زوطخ اللي بقاو كيحطهم في سبعة. كاين بعض الأحيان كيحطهم طوليغابل يعني طوليغابل في ثمانية يعني مقبولة، لأن علاش؟ لأن ملي الطي كيضرب هاد الأغوضة سواء في سبعة ولا في ثمانية وسيرتو الحسون
فبالسرعه ديالو ما كتبانش ليك كاع واش وصل 7 ولا 8 كما لاحظتوا في الصوتيات اللي عطيتكم قبل من هاد لا بريزونطاسيون. اذا ثم فسر لينا هنا كيقول لينا ان هاد الشيما اللي قدامكم يوضح ليفوليسيون، كيوضح ان كيوضح 7 ضربات ديال لا بيبليو، 7 ضربات ديال لا بيبليو او لا بيبليو كومبوزي اللي هي طابيطيوس. اون قال لك اون اوبسيرف لا فوكاليز لا فوكاليزاسيون دو لا سيلاب تا اي دو لا سيلاب بي، يعني حيت هي مكونه من هاد لي سيلاب دو سيلاب مختلفين، ولكن اكد لينا بانه ستكو الا في حاله واحده اللي هي الكاسكابيل اللي غادي ان شاء الله ندوي عليها مازال، لان هي الوحيده اللي فات فيها هاد السبعه ديال ليكو، ولكن عنده كما كيقولوا جوستيف علاش فات في هذه المساله هذه. اذا الاخوان هذه غير بالنسبه لواحد المراجعه بسيطه. اذا هنايا في حاله ما طرحت واحد السؤال، في حاله ما الطائر ضرب او غلد هذه الاغوده وفات فيها سبعه ديال ليكو، مع العلم ان 8 ديال ليكو سي توليغاب يعني مقبوله، ولكن هنا الا فات سبعه بكثير من الضربات بحال هاد المساله اللي غادي بحال هاد المثال اللي غادي نسمعكم. هذا مثال جمله ديال طابيطيوس طويله داخله في الجمله. اذا كما سمعتوا فهاد لو كا هذا فهذه الحاله هي المشكل، هي اللي كينوض فيها الاختلاف بين المواليه ملي كيكون شي طائر غرد هاد النوع ديال الاغودات سواء المنفرده او سواء دخلها في الجمله التغريديه. فهنا الى بديتوا البال فالاداء صحيح 100%، يعني الى غرد لكم شي طائر هذا النوع ديال الاغودات طويله جدا ولكن احترم فيها الاداء اللي طالبته اللي كيطلبوا القانون انه نسمعوا فيه لا كونسون بي ولا كونسون ال او لا فوايل اي، كذلك بالنسبه للطابيطيوس نسمعوا فيها لا سيلاب تا او لا سيلاب دلي مع الاداء الجيد، فهذا هنا اتساءل كيفاش هاد الناس اللي كانوا كيحطوها في الخانه ديال الكاما يحطوها وهي الطائر اداها بطريقه صحيحه فقط انه لم يحترم عدد الغربيات اللي عطينا القانون اللي هي 7 ديال لي غربي. اذا هنا غيفكرنا غادي نرجعوا فكرنا في المثال اللي عطيتكم ديال الآلة الموسيقية اللي لو طومبور أو الطبل اللي كيضرب ديك الأغودة ديك لانوت ريبيتيتيف، يعني كيضربها عدة مرات ريبيتيتيف. إذا هنا هذا عند الطيور تغيب الطيور يسمى كذلك أن رولمون ماشي أن انشينمون، سي أن رولمون، لأن الطائر هنا يؤدي غولبي او سيلاب وحده عده مرات كيعاود فيها اذا حيت المشرع الاسباني والناس اللي كيفهموا في الموسيقى وكيفهموا في التغيير راه كاين علاقه ديال وضع بعض القوانين مستنبطه من الموسيقى. اذا على سبيل المثال الشرح اللي كنت عطيت في 2017 ديال الفانتازيا اللي تبعني غادي يعرفها، فالفانتازيا حتى هي ككلمه وكتعريف فجات من التعريف ديال الموسيقى. على كل حال اذا هذا هو لو غولمون الاخوان، هذا هو الشكل ديال لو غولمون، ولكن غادي خصنا نعرفوا امتى هذا لو غولمون غيصبح خطا وامتى غادي يصبح خطا يتحط في نوت ديسكوردون وامتى غيصبح خطا ويتحط نوت دو كاناري في الخطا ديال الكاناري. فالى حد الساعه بقي ما صنفناش
وإنما عرفنا ما معنى لوغمون. إذا قبل ما نصنفوه اش من خانه، واش نوت ديسكوردونت ولا نوت ولا نوت اكانايوس، ف بطبيعه الحال خصنا نعاود ثاني نهضروا على التعريف او لا ديفينيسيون ديال اخطاء الكناريه اللي معطينا القانون. فها هي واحد لي كريتير اللي عندنا في 2014، ففسر لنا المسائل يعني بطريقه جيده، ولكن اش كيقول؟ كيقول لنا لي نوت دو كاناري هما الوحيدين اللي كيتصنفوا في جوج خانات. سي نورمال، عنده الحق. عندنا نوت اكانايو 6 بوان، وعندنا التبربيل والبيتادا، عندنا جوج خانات هذه باينه واضحه. ولكن لا بريزونس دو نوت لونغ، حضور او وجود او وجود نوتات لونغ طوال في لو شون في ان شون اونشيني، غيتحسب حتى هو في هذه الخانه ديال لو كاناري. اوكي، حد الان جمله واضحه. هنا فين كيوقع الاختلاف؟ هنا فين كيوقع الاختلاف ديال لا نوت لي نوت لونغ طوال، بحال هذا، بحال هذا الشكل اللي عطيتكم دابا. ولكن هنا اولا نحددها في الجمله التغريديه، وانا عطيت مثال كذلك. ثم قال بان هذا النوع ديال هاد ملي كيوقع الطيو اللي كتوقع في هذه الحاله هذه، ملي كتكون عندك بالضبط لي زيبريد بزاف، لي زيبريد كيطولوا التغريد ديالهم، عفوا، ملي كيكونوا في حاله تجاوز، ملي كيكونوا في حاله كما كيقولوا حنا الصولان او هيجي. فبطبيعه الحال كنعرفوا المساله، يقدر يضرب لك اغوده منفرده طويله بحال الشكل اللي سمعتو، ويقدر يونشيني لك مثلا ان واحد جمله تغريديه يونشيني بحال الشكل اللي عطيتكم. ولكن هنايا هبط نهبطوا لتحت، عاوتاني عطاو بان parmi les notes les plus courantes on trouve les timbres et les notes do typiques du canari. هنا كيقول لك لي نوت دو تيبيك، يعني الكنار ولا الكناري معروف بواحد لي نوت دو عنده، اللي كاتبينها هما نوتا دو لاغوا، نوتا دي لاغوا. والكنار ما كاينش اللي ما كيعرف الكناري، ما كاينش فينا اللي ما كيعرفش الكناري، من داك العادي اللي كنقولوا عادي حتى المالينوا، انه معروف عنده واحد لاغورش كنحس بواحد غنه مائيه، يعني غنه مائيه داخل، كتسمو لي زابيل اكو او لي زابيل مائيه، يعني كتحس بواحد الماء بحال واحد تخلخيل ديال الماء في الداخل ديال لاغورش ديالو. هذا هو اللي كيتسمى لو ريتم كاناري، حيت من الكاناري اللي هو كاناري سوفاج اللي كان معروف، من تما هو هذاك الكناري عنده هذاك لو ريتم ديال الماء في داخل الحنجره ديالو وداخل الاداء ديالو به باش وصلوا. لهذا علاش اصحاب المالينوا والهاز والفلوطه وصلوا لهذاك، ملي خدموا هذا النوع ديال لي كاناري خدموا على ديك لا نوت دو باش تكون يعني كتسمع بطريقه مائيه ديال بصح. اذا هنا الاخوان، فلا يمكن انني فلا يمكن انني يعني نصنف الاغوده الطويله اللي سمعتوها اللي هي اللي قلت لكم سيتان غولمون، نصنفها داخل الخانه الكناري وانا كنسمعها بالاداء ديال الكوبيه، ما يمكنش. لان علاش؟ لان الا بغيت نصنفها داخل خانه الكناري خصني نسمعها بهذا الاداء، سمع ديك الغنه ديال الكناري الدخلانيه. الى حققتو مزيان، فهذاك غنى هي اللي كتخليني نصنف هذيك الاغوده الطويله داخل الخانه الكناري. عفوا، انت نعاود نسمع واحد الموديل اخر. سمع الشكل ديال الماء. اذا كاين فرق كبير بين هاد جوج، بين هاد جوج الاغوذات والاداء ديالهم، وخطوه لي سيلاب طوال مع لو غولمو ديال بلي 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 او طبلي 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 بطريقه اداء كوبيه. هنا فهنا فرق كبير، لا يمكن ان اصنفها الا ما سمعتش هذه الاداء انها هذيك بلي بلي ولا هذيك طبلي طيوس، ان الميستو خاصه الميستو نرد معاه البال الا اداها ليا بهذا الشكل ديال الماء غادي نديها الكناري. ما اداهاش لي، واداها لي غير طويله
وفقد الهرموني ديالها من سبعة ديال الأهودات وصلها ليا 10 ولا 15 بدون ما يدير نشاز يعني عنده السوف الكبير، غادي نصنفها ليه في لاكاز ديال نوت ديسكوردونت موان 2. ثم كاين واحد المساله اخرى، ان كاين بعض الماليع اللي كيصنفوا بالنسبه لهم الغولمون هو هذا النوع ديال الجمل التغريديه بحال هذه اللي شرط ليها في لونشينمون في ديال لونشينمون، انك الطاي كيضرب جمله تغريديه وكيفيني بتشي وكيتبعها جمله اخرى تغريديه كما كتشوفوا قدامكم. فهذا الخطا فين كاين هنايا هنا بلو جون، يعني غنسمعوها تقلبوا لي واقيلا سمحوا لي، هذه هي فاعتقد انني قلبت الامثله ما كاين مشكل. اذا كاين اللي كيقول لي هذه الجمله تعتبر غلمه، وكاين اللي كيقول لي هذه اللي هي كيضرب فيها انك يضرب فيها يعني جوج تايد اساسيه وكيضرب تيمبي وكيكمل بأغود اخر ما كيفينيش. يعني في هذه الحاله هذه اللي كتشوفوا قدامكم بالكحل، هنا شدا الطائر استعمل أغودة النهايه كاداه وصل لتكميل جمله. هنا وقع في خطا تقني واضح في حد ذاته سي طونشينمون كما شرحت في الاول، في حد ذاته سي طونشينمون، فقط ان المشرع الاسباني يعني خدم وعاود ديطاي المسائل وخرج هذا النوع ديال لونشينمون اللي هو هذا، خرجوا ودار لي خانه خاصه به اللي سماها اخطاء في غوده النهايه، باش نكونوا واضحين ما هي في حد ذاتها سي طونشينمون في حد ذاته، لان كما قلت لكم جميع التغيير ديال الطيور فهو عمليه فطريه كتبدا من لونشينمون ديال حبه وحده ويطلع بهم. اذا حتى هاد اللي قدامكم ديال الجمله تغريديه فيني ويضغط عليها جمله اخرى فهي في حد ذاتها اونشينمون سي با لو غولمون. فلو غولمون الاخوان هو لما الطائر كيضرب لا ميم نوت ميم غولبي وكيعاودها بزاف ديال المرات فوق خمسه فوق سته فوق سبعه فوق ثمانيه، يعني كيمشي بها حتى كيفوت العدد اللي عطانا المشرع الاسباني. اذا كنظن ان فسرت هذه المساله هذه، وان باقي كنعاودها ان كاين بعض الامور اللي غادي نوضح بعد في لي زيكزامبل، ان كنقول لكم سمحوا لي ان هذه المساله هذه ديال الاختلاف ديال تصنيف هذا النوع ديال الاخطاء واش نوت ديسكوردونت ولا في نوت كاناريوس. فهنا عطيت دي زيكزامبل، فهذه جمله تغريديه، مكونه من ثلاثه والبلوك دو فينيسيون، ولكن الطائر اخطا وادى الاغود الثانيه باللون الاحمر، اداها يعني باداء كاناري. فراه كتسمعوا الفرق بين الكوبيه وبين اداء الحسون الكوبيه والكاناري. عاوتاني هنا عندي اداء اخر، سمع الدخل. اذا هنا كتسمعوا النوتر فو تكنيك اللي هي اداء كناري. من طبيعه الحال هادو راه سمعتهم في الاول، اذا الى غادي نسمعكم هذه سمعتوا الاداء كيدير وسمعوا الاداء الصحيح، فهناك فرق كبير واضح وضوح الشمس. فلا يمكن بسبب طول الأغودة الأساسية المنفردة نعطيها تمشي نديها للكناري مادام الميستو أو الحسون أداها بطريقة صحيحة. يعني إلا حاولنا نقسموها إلا حاولنا نرجعو نقصو منا ورجعنا غير ستة ديال لي غولبي فغادي نحسبوها صحيحة، ملي كتفوت فوق سبعة نديوها الكناري، فهذا لا يمكن لا يعقل. إذا كيبقى الأداء هو اللي يحكم، يعني كيبقى الاداء لا بيرفورمانس هي اللي كتحكم.
يعني الحكم او الملوك خصو يتصنت مزيان. دونك عندي هنايا كذلك كان هو كما كتسمعوا اذا الاخوان فهاد الفيديو صغير بسيط درت لكم هذا سيتان تيمبان دو كونتيني اعطيته لكم فقط باش الاداء الكناري نعرفوه مزيان. الا كاين حاله وحده اللي هي كيبان فيها الميستو واش الداء الكناري اللي دائما كنشير ليها هما ردوا البال مع بعض الميسيدات اللي كيغرضهم الطائر وخاصه دوك اللي كنقولهم حنا تشبيبيات. فملي كيغرضهم الطائر فيقدر يحولهم ليك اللوغيتم كناري ما كيبقاش ديك لا 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 ديك لا سيلاب كيقول فيها تشبيب بل كيقول فيها ويت 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 ويت. اذا هنا اوتوماتيكمون هادوك الميسيدات ردوا معاهم البال فعل مع الحس ما كاين مشكل وكاين مع الميستو ردوا معاهم البال. كذلك هناك انواع كثيره في الغولمو بحال لونشيمو هناك انواع كثيره. هناك مثلا نوع ديال لو غولمو ملي كيضرب لو كاناري كيضرب لا كونسون اغ بلا فوايل او او بلا فوايل او. فهنا كذلك وخاصة تردو معها البال في لا تيمبراندا لا تيمبراندا في الكوبية كيقول لك خاصة تكون مضروبة بإي او بأو ولكن إلا ضربها الكناري سمعتوها مضربة بأو ولا بأو فهنا اوتوماتيكمون سيت ان غولمون ديال لو كناري اللي غادي يمشي لا نوت ديسكوردونت ديال اللي غادي يمشي باردون اللي غادي يمشي للخانه ديال الكنار. ثم هناك لو غولمون ديال العصفور ديال العصفور اللي هو ما طويلش بزاف ويسمى غولادا حاطينا في لافيش سيت ان غولمون ديال العصفور. علاش واخا ما طويلش ولكن كيضرب لا لتر ار مع او كيولي كيعاودها ومع السرعه ديالو كطي ديك او وكتبقى لا كونسون ار كتعاود هنا كيتسمى انه كيرولي وكتحط في العصفوريات اللي هي فيها طوريو وغولادا. مع العلم ان لي فيش ديال المغرب دائما في الترجمه كنلقى فقط طوريو وما كنلقاش الغولادا ما مترجمينهاش. مع العلم ان القانون او لافيش كتقول لك طوريو ايغريك غولادا بمعنى طوريو اي غولادا بمعنى طوريو و غولادا يعني خطأين في الخانه ديال العصفوريات. فينا هو الشرح او الترجمه ديال ديك غولادا. الا ما لقيتوش لها كاع كلمه بالعربيه كتبوا فيها غولمو باش حتى الحكم يعرف اش كيدير. اذا ثم هناك غولمو اخر اللي كيتسمى اللي هذا غادي ندوي فيه من بعد ما غاديش نحاول نفسرو يمكن غادي نعطي عليها باطل. هناك لو غولمو ديال لو غولمو فيزيك هذاك الشيء علاش عطيتكم لوما اللي كدو على راسها. هناك غولمون فيزيك اللي ما ذكروش القانون بعض الامور ما ذكرهاش القانون وانما الانسان كيجتهد. الى رجعتوا للتغيير الحسون والصوتيات وبزاف ديال الحوايج لا فونيتيك وداك الشيء تفهموا اش كنقول غادي تعرفوني منين جايب هذا الشيء. لان حتى المشرع الاسباني الكتاب اللي مكتوبه ما كتبوش بولوع واحد ولا عام واليه اللي كيعرفوا الطيور راه فيه صحاب اللغه فيه صحاب الموسيقى فيه صحاب بزاف ديال الامور. اذا هناك غولمو آخر يسمى غولمو فيزيك لأن إلا رديتو البال شحال من مولوع ما كيبغيش الطي ديالو بدا يضوع على قزيبتو فوق العود شحال من المولوع ما كيبغيش داك الطائر اللي كيكون فوق العود وكينقز من القفز كيديضو بحال الحداد. فهذا نوع من الغولمو. هناك طيور تغرد جيدا ولكن ما كتوقفش في القفص كتضوع على قزيتها كتبقى تضرب في الجنب وتطلع وتهبط وتضرب وتطلع وتهبط وكيغرد. فهذا ما نظنش ان هذا ما تعطيش عليه موان دو. هاد لو غولمون فيزيك حتى هو يدخل في ديسكوردونت لان الطائر خصو يوقف الوقافه ويغرد. وكاينين مواليع اللي عندهم تجربه كبيره انهم اللي كيدخل قريع صغير كيبقى حاضيه واش كينعس فوق الوقافه ولا فوق الموجوا ولا فوق القاعه ولا كيتعلق
فاوتوماتيك المو فاوتوماتيك مو المولوع الكبير اللي عنده تجربه كبيره وعنده ثقافه ولاعيه واخدها من لا سورس وعارف الاسبانيش كيقولوا كيخرج هذاك القرار، لانه واخا يخرج مزيان غيبقى يضوا ليه. اذا هذا نوع من 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 لوغو المو اللي ربما الا بغى يناقشوه الاخوان ويعرفوه ويحطوا ليه النوت واحد الخانه ديالو اللي يحطوه على الديسكوردون فما حبل. فانا اعطيت فقط فكره، وهذا لا يعني انني كنطعن في القانون الاسباني ولا في الاساتذه ديالي اللي علموني ولا في الاساتذه الاسبان، فقط هذا اجتهاد مني فما كيمنعني حتى واحد. فالاخوان كنظن ان وضحت لكم امتى لوغو المو كيمشي النوت ديسكوردونت وامتى كيمشي الخانه ديال الكاناريوس. فما بقى لي الا نقول لكم اتمنى لكم فرجه ممتعه ومفيده على قناة علي تي في ماروك، والسلام عليكم إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.